احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه عن متحور اوميكرون والذي وصف بانه اشد فتكا من المتحور السابق عليه وهو دلتا، وهي نسخ متحوره من كورونا او كوفيد 19. الحقيقه انه وزارات الصحه على مستوى العالم يعني فرضت حالة من الطوارئ وحالة من الاستنفار لمواجهة هذا المتحور، ونظر إليه في الدوائر العلمية والصحية على أنه وباء جديد، يعني الخوف من أن يكون هناك ما يسمى بوباء المتحورات ما بعد كورونا، يعني دي فترة ما بعد كورونا. طبعا احنا مش بنقول الكلام ده عشان نفزع السادة المشاهدين، لكن دي يعني حقائق علمية بتتوالى من الدوائر العلمية، و واحنا هدفنا ان احنا نسلط الضوء اكثر حتى نكون على وعي صحي وعلمي بهذا الواقع يعني. نعم. طبعا جنوب افريقيا كانت من اولى الدول التي ظهر فيها متحور اوميكرون، ودول عديده اخرى افريقيه ايضا منها ليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وغيرها، وظهر في السعوديه امبارح، واعلنت وزاره الصحه السعوديه عن حاله مصاب باوميكرون. نعم، خلينا نتابع مزيد من التفاصيل مع ضيفنا على الهاتف دكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام قسم أمراض البطنة بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. دكتور أشرف، يعني إحنا لم نتخلص من كورونا بعد، يعني ما زال حتى الآن في مشكلات متعلقة بكورونا، ماذا عن السلالات الجديدة دلتا وأوميكرون وغيرها من السلالات الجديدة من الأم كورونا؟ الحقيقه ان احنا بنلاحظ انه السلالات الجديده بتظهر دايما في الدول المنظومات الصحيه فيها ضعيفه، وظهرت مثلا دلتا في الهند وظهر اوميكرون في جنوب افريقيا، وبالتالي احنا لازم العالم كله يبدا يتخذ اجراءات موحده بينظر فيها الى العالم كله لمواجهه جائحه كورونا على مستوى العالم. وان التصرفات اللي هي الوحيده من بعض الدول لحمايه مواطنيها اصبحت غير كافيه انها فعلا تمنع انتشار هذه السلالات. عشان كده انا الحقيقه بقترح من عقد مؤتمر دولي باشراف الامم المتحده لمواجهه جائحه كورونا في العالم، يكون في الزام لجميع الدول باتخاذ الاجراءات المناسبه حسب معدلات الاصابه فيها والانتشار بالفيروس. نعم. الى جانب كمان يكون في توزيع عادل للقاحات لكل الدول على مستوى العالم. وانه لازم الشركات المنتجه للقاحات تتخلى عن الملكيه الفكريه علشان تستطيع فعلا انه يعني تحصل كل الدول على اللقاحات بنسب متساوي. نعم. وكمان الدول الفقيره لازم يحصل لها دعم من الدول الغنية. دكتور أشرف، ما هو في آلية تتبع منظمة الصحة العالمية اللي هي آلية كوفاكس، اللي بمقتضاها المفترض أنها تكفل حصول كل الدول بنسب متساوية على لقاح كورونا، ولكن ده لم يتحقق، وبالتالي لابد من تدخل أكبر على مستوى أكبر من منظمة الصحة العالمية، لأنه زي ما احنا شايفين أنه دول أفريقيا الفقيرة ظهر فيها، وكمان دول امريكا اللاتينيه ظهر فيها متحورات جديده، والهند ظهر فيها، وبالتالي لابد ان تضع الدول الكبرى ده في الاعتبار. طيب دكتور اشرف، اللقاحات الموجوده بالفعل الان البعض بيشكك في انها تكون قادره على مواجهه متحور اوميكرون، بل انه البعض، والبعض اللي انا بقول عليه ده اطباء ومتخصصين في دوائر علمية، بيقولوا انه بالعكس اللقاحات بتعطل عمل المناعة ضد المتحورات. لا، في الواقع انه لازال لسه يعني في الموضوع تحت البحث والدراسة، وبالرغم من انه المتحور الجديد حصل فيه اكثر من 50 طفرة، منهم 30 في البروتين الشوكي بتاع الفيروس، الا انه لازال لسه الدراسات يعني بتجري حاليا بتاكد من فعاليه اللقاحات، وان كانت اللقاحات بتنتج الاجسام المضاده، لكن كمان هي بتحفز الجهاز المناعي بشكل غير مباشر، وبالتالي استخدام اللقاحات مفيد، لكن قد نحتاج الى تعديل في هذه اللقاحات علشان تكون اكثر فعاليه ضد ظهور سلالات جديده. طب والناس اللي خدوا اللقاحات يا فندم يعملوا ايه؟
هم في حماية دلوقتي بشكل مؤقت لغاية ما نتأكد من تأثير اللقاحات على المتحور الجديد، لأنه ده لم تظهر أي أبحاث تؤكد أنه اللقاحات السابقة لا تؤثر بالمرة على التحور الجديد. دكتور، كمان الإصابات المنتشرة حول العالم بتمثل خطورة علينا هنا في منطقتنا، ولا ما زالت المسألة محصورة في بعض الدول اللي ظهر فيها بس الفيروسات أو السلالات؟ لا طبعا، احنا بنتكلم دلوقتي على سلالة بتتسم بأنها واسعة الانتشار، وأن معدل الانتشار فيها أعلى من معدلات الانتشار للسلالات السابقة، وهو ده اللي ثبت فعلا حتى الآن. لكن بالنسبة لدراسة الأعراض المصاحبة للسلالة الجديدة وتأثير اللقاحات عليها، لازال لسه تجري البحث عليها حتى الآن. إذن ليس هناك أعراض واضحة من الممكن أن يستدل منها الشخص على كونه مصاب أو لا؟ يعني كنا في كورونا بنتكلم عن ارتفاع حرارة أو كل هذه الأعراض موجودة، كل هذه الأعراض موجودة ولا زال يتم تسجيلها كأنها هي دي الأعراض الأساسية، لكن ظهور أعراض جديدة لا زال لسه يعني يتم فعلا البحث للتأكد من شدة وقاسة المرض مع المتحور الجديد. يعني أعراض أوميكرون غير أعراض كورونا؟ لا، أعراض أوميكرون زي أعراض كورونا حتى الآن، ولكن إذا كان في أي أعراض جديدة أو مصاحبة للإصابة بالسلالة الجديدة فبيتم دراستها والتأكد من أنها بسبب الفيروس أو السلالة الجديدة. طيب الإجراءات الاحترازية هي نفسها دكتور أشرف؟ طبعا، يعني الإجراءات الاحترازية بنبدأ الأول بأساليب الوقاية اللي هي التباعد الجسدي والكمامة وغسيل الإيدين، وبعدين الالتزام بالإجراءات اللي اتضعها الدول من تجديد من عدم التواجد بشكل مكثف والتعقيم والتطهير بشكل دائم، إلى جانب أنه التزام الناس بلبس الكمامة حتى في الأماكن الكثيفة العدد وغير جيدة التهوية. المفروض انه دي هي الوسائل اللي احنا بنلتزم بيها. كمان بعض الدول بتقوم باجراءات مشدده في بعض الاحيان من فرض عدم يعني الاقلال من الحركه او التواجد في الاماكن اللي ممكن يكون فيها اعداد كبيره من المصابين. دكتور، اتصور انه العالم لن يعود لفكره الاغلاق مره اخرى، هل عند حضرتك مخاوف من هذا الشان ولا احنا بعيدين عن هذه الفكره؟ حتى تتم الحلقة والقضاء على جائحة كورونا فإحنا الحقيقة محتاجين إن إحنا أولا إن إحنا نلتزم بأساليب الوقاية ونبحث عن اللقاحات الضرورية اللي تحمينا، لكن كمان أعتقد إنه مع وجود علاج ناجع للفيروس هنا حتى تتم الحلقة فعلا ونستطيع إن إحنا نسيطر على الجائحة اللي بتسود العالم دلوقتي وبتهدد اقتصاديات. دكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام أمراض البطنة جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.